من خلال اللقاءات التنويرية التي تعقدها حملات الحج لحجاجها، يتم التعرف على الخطط الموضوعة والإرشادات المتبعة للحملة من مغادرة مطار الكويت الدولي إلى الوصول إلى مقر الحملة في الأراضي المقدسة. لقاء تنويري حق ضيف الرحمن. ضيف الرحمن تدري هذه أمانة الله سبحانه أمن عليها، وهذا شرف أن احنا نخدم ضيف الرحمن كل سنة، فلا بد أن نجهز لهم لقاءات وتوعية صحية شرعية إدارية. فهذا اللقاء طبعا يعني يبين مدى خدمة الحملة أو خدمة إدارة الحملة لهالناس هذه اللي رايحين الحج في 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 الأمور الشرعية والأمور الإدارية والأمور الصحية. هذا اللقاء التنويري يغطي الجوانب الشرعية والإدارية في الحملة بالإضافة إلى الأمور الطبية وتوضيح الإرشادات والتوجيهات المتبعة خلال موسم الحج. يقوم الدكاترة الفضلاء الضيوف الأعزاء من وزارة الصحة بتقديم أهم الإرشادات الطبية والنصائح والتوجيهات والتعليمات التي يستوجب على الحاج اتباعها في مناسك الحج. الحجاج أشادوا بأهمية اللقاءات التنويرية ومدى الاستفادة منها للاطمئنان على خط سير الحملة. يعني اللقاء التنويري هذا كان جدا مهم، يعني بطريقة مبتكرة عن طريق بريزنتيشن يتكلم، ووراء البرزنتيشن الصورة صراحة تشرح. وأعتقد أن أي حملة يعني قبل تأخذ الحجاج يعني تسوي نفس الشغلة هذه، تسوي لهم البرزنتيشن وتعطيهم تعليمات عن الحملة. هذه اللقاءات مفيدة للحجاج الجدد وتعطيهم طابعا ما يحصل في مكة المكرمة خطوة بخطوة، اللي يكون عندهم الجرأة، يكون عندهم المعلومة الكافية لما هم مقدمين عليه. هذا بالإضافة إلى خلق جو ودي والتعارف فيما بين الحجاج وتبادل الأحاديث الودية. ناصر الهاجري، تلفزيون دولة الكويت.